سجل عثمان يلعبها جول جول مزيان مزيان يا عثمان في اللقطة الماضية مزيان بالزاف يضع العزاز في شباك باري ليعلن عن تقدم الصقور يحلقون مبكرا مع بداية الأحداث في شوط المباراة الأول ويسجل العساس بالكرة الماضية تعود المحاولة مرة أخرى بكرة في الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الثاني جول الريان ليس محليا فقط الريان